مرحبا أحبائي، اليوم راح نسوي لكم البطاطا التركية. البطاطا التركية هي بطاطا تريدون تشتروها جاهزة من السوق، تكون هي اوريدي مغلفة، بس تخلوها بالأوفن، تخلوها مدة ساعة، لأن البطاطا مو كلش كبيرة، فتقريبا مدة ساعة لهالحجم، هالحجم تقريبا. وإذا عندكم بطاطا بالبيت فأكبر بطاطا بالبيت تكون هي، حتى تطلع أطيب وأحلى وشكلها أحسن. مجرد بس تلفوها بالفويل هالطريقة، ما هي صعبة نهائيا. وهاي لأنها أكبر احتمال تستغرق وقت أطول بالأوفن، ماي ساعة وربع، ساعة ونص، هيجي شي تقريبا ساعة وربع خليكم بالأوفن على درجة حرارة 400. Now after you put the potato in the oven، بعد ما خلينا البطاطا بالأوفن، we will need the topping. The topping it's option. The first thing you will need the butter. راح تحتاجون زبد. Any salad you like. We have here a cabbage and carrot salad with mayonnaise. Any kind of meat you like. Corn. Olive, cheese, and any relish or any torshi if you like, guys. So you prepare all this stuff, and then when the potato is ready, راح نشوف شنو راح نسوي ورا ما تتحضر البطاطا. بعد ما البطاطا صارت عندي جاهزة، أجيبها هالشكل وأقصها بالنص. أقص بهالشكل. نفتح شوية، راح نجيب البتر، ناخذ كمية من البتر وراح نحاول نهرسها ويا البطاطا. بطاطا سهلة لأنها مستوية والزبد يجي عليها. إذا شفتي الزبد يمكن شوية هواية صار، شيلوا منه. تهرسون البطاطا ويا الزبد، حاولوا تاخذون أكبر كمية من الصفحات من هالشكل. هسه راح تحطون الاوبشن اللي يعجبكم، شنو ما يعجبكم راح تخلون. مثلا انا يعجبني الكورن، راح اخلي كورن، راح اخلي الزيتون، راح اخلي شوية اللحم، راح نخلي سلطة المايونيز هالشكل، وراح نخلي عليها التشيز. كلش طيبة، جربوها ولا أشهى. ومتأكدة كل اللي راحوا تركيا ضايقين هاي الأكلة، فتتذكرون أيام تركيا. واحدة ثانية للي يحبها دسمة أكثر، راح نحط الزبد مثل ما قلنا، وراح نضيف رشة ملح، وهالمرة راح نضيف الجبن. الجبن نضيفه وياها، راح يذوب الجبن بهالطريقة. الزبد والملح تصير بهالشكل. هسه راح نرجع نخلي الغراض اللي ردناها. راح نحط الزيتون مثل ما قلنا، راح نحط الكورن، كورن ونحط اللحم اللي تحبوه، ونحط مرلوخ تشيز اذا تحبون. وهسه تقدرون تحطون كاتشب. تقدرون تحطون اي دريسنج تحبوه اللي ينحط على السلطات. تقدرون تحطون ريلش اللي هو الطرشي. صارت عندنا بهالشكل.